السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب ام سوس الغاليين، عاملين ايه النهارده بقى يا حبايب قلبي؟ دخلت اوضه النوم بتاعتي، هغير فرش السرير واروق اوضه النوم وامسحها والمحها. حبايب ما تنسوش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان اوصلكوا كل جديد. هطبق بقى ايه الدفايه كده اللي احنا بنستغطى بيها كده حبايبي. نجيب بقى الملاية كده اللي انا هفرشها. وافرش بقى الملاية كده حبايبي. افرش الطقم ده جميل. حبايب قلبي فرشت الملايه اهو. قولوا لي بقى رايك في الملايه جميله حبايب قلبي. اركب بقى الوش بتاع المخده. الوشاش عندي بتحيرني والله العظيم يا جماعة. ركب بقى الايه الخدادية كده. كده حبايبي فرشت السرير، قولي لي بقى ايه رايكم في السرير؟ حاجه جميله حبايب قلبي، والملايه جميله على السرير يا حبايبي. شايفين الجمال؟ زي الفل. هلمع بقى ايه الكومودينو كده، هلمع برضو على السرير كده حبايب قلبي. نلمع التسريحه. Yeah.
بقى المصيف ده بره حبايبي، نطلع السجاده نجيب بقى الميه ونفرش الاوضه ونمسحها حبايبي. بقى المية غوطي يا حبايبي وامسح بقى الغوطة. كده خلصت الاوضه المسح، كل برايكو في الاوضه خليناها زي الفل. هنسيب بقى لكم الفيديو ده هنا كده حبيبي، اكون خلصت. مش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا سلام يا حبايبي.